المدني والمدير السابق للعمليات الانتخابية واللوجستية في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. أهلا وسهلا. مرحبا. لأن أستاذ معروف أن موريتانيا بدأت تجربتها فيما يخص اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ عام 2005 حينما كانت هناك لجنة الإشراف، ثم لاحقا ستأتي هذه اللجنة التي هي موجودة الآن. يعني تجربة أزيد من عقد على وجود لجنة مستقلة للانتخابات بصيغة أو بأخرى، إلى أي حد أكسبت هذه اللجنة القدرة على إدارة انتخابات بطريقة شفافة فعلا ونزيهة؟ شكرا. أذكر كما قلت بأنني مدير سابق للعمليات الانتخابية في اللجنة التي قدمت إليها شيء مؤقت، عملت فيها مدة الانتخابات ثم غادرتها منذ سنتين. وهذه اللجنة كيف قلت لجنة مكلفة بتنفيذ العمليات الانتخابية، واللجنة التي سابقها كانت لجنة إشراف فقط. في أفريقيا اليوم حتى في العالم في نمطين من اللجان: لجنة تشرف على العملية الانتخابية، هي تراقب، لجنة إشراف قال لها لجنة مراقبة، ولجنة تنظم العملية الانتخابية. وهنالك من اللجان من يتكفل بجزء من التنظيم، بأن تكون هناك مثلا جهاز آخر تابع للدولة يقوم بإعداد اللائحة الانتخابية، وتكون هي بتنفيذ العملية الانتخابية من رأسها دون إعداد اللائحة الانتخابية. تجربة في بعض الدول موجودة كيف مالي على سبيل المثال. أما بالنسبة لموريتانيا فأعتقد أن اللجنة الحالية أنها متقدمة، نمط متقدم من اللجان الموجودة في العالم، باعتبار أنها تنفذ عملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها كما قال القانون، بمعنى أنها تعد اللائحة الانتخابية، تقوم بالإحصاء الذي تترتب عنه إعداد لائحة انتخابية للتصويت، ثم تقوم بالعملية من بدايتها إلى نهايتها. وعلاقتها مع الإدارة محدودة جدا، هي على قدر من الاستقلالية يخولها أن لا تكون لديها أي علاقة بالإدارة إلا من حيث جوانب ثلاثة على ما أعتقد حسب القانون. الجانب الأول هو المالي، توفر الدولة لها التمويل اللازم، توفر لها الأمن التأمين، طبعا هذا اختصاص الدولة توفره لها، وينص القانون على أنها، وهذا هي علاقتها الوحيدة مع وزارة الداخلية، هي أن تنسق مع المصالح المختصة وزارة الداخلية فيما يتعلق بتحديد نوعية التجهيزات والله زاد الأدوات الانتخابية، والنظر في مدى مطابقتها مع المواصفات الفنية المحددة. طيب سنعود إلى تفاصيل اللجنة، لكن في 2005 كانت هناك لجنة إشراف، و2006 و2007 هي التي تم البدء بها، أول لجنة تم إنشاها بعد المرحلة الانتقالية الأولى، هو لجنة مكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية. في تلك الفترة كانت وزارة الداخلية هي التي تنظم العملية الانتخابية، ومنطلقة من التجربة في العالم من حولنا ارتأت السلطات أن تنشئ لجنة أرادت لها أن تكون في بداية أمرها لجنة مشرفة. كان العمل محدود يعني، تشرف فقط، لأن العملية برمتها تنفذها وزارة الداخلية. إذن جاءت هذا الجهاز المستقل ولكن كان يشرف، ولكن إشراف في الحقيقة واسع، كان إشراف واسع، هي كانت الرقيبة على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وكان لها دورها، وحتى أنها زادت على اللجان المراقبة في العالم بأن كانت لها مادة تخولها بأن توقف العملية الانتخابية إذا رأت ضرورة لذلك، كانت منصوص عليها، لم تلجأ إليه، ولكن هذا السلاح كانت الإدارة تحس به، وبالتالي تنصت بإصغاء إلى كل ملاحظات اللجنة. هذا جانب ما يميزها عن باقي اللجان العالمية، لكن عندما من أين استقت موريتانيا هذه التجربة؟ استقيناها من تجربة 40 لجنة، كنت رئيس اللجنة الفرعية المكلف بإنشاء أول لجنة مستقلة، أي أول لجنة للانتخابات، واستقينا هذه التجربة من تجربة 40 لجنة انتخابية في أفريقيا والعالم،
ووقعنا عن طريق الصدفة إلى دراسة أنجزها أستاذ موريتاني مشهور لصالح الدولة السنغالية بجانبنا، استقينا من وغيرها وغيرها. نحن حتى أننا راجعنا في إعداد النصوص القانون المنشئ لها والمرسوم المطابق له، رجعنا إلى تقارير لجان المراقبة الانتخابية في الأوروبية وغيرها، لنتبين النواقص والملاحظات التي يبدونها على التجارب الانتخابية في بعض الدول. كان نص غني جدا، ولذلك اعتمده المشرع في إنشائه لهذه اللجنة الجديدة التي تختلف تلقى نهاية عنها، تأخذ من تجربة اللجنة الماضية ولكنها تختلف عنها، لأنها هذه تنظم، ليس تنظيما جزئيا كما قلت لكم، وإنما هو تنظيم كامل. والاختلاف يكمن في الأجهزة وطبيعته وغير ذلك أمل؟ حتى في الغرض، الغرض كان مجرد إشراف وأصبح تنظيم، أصبحت تحل محل اللجنة في ذوبها الجديد الذي تم إنشاؤه بعد الحوار 2011. الثوب الجديد للجنة هو أنها لجنة تحل محل وزارة الداخلية في تنظيم الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها. طيب ما الذي حافظت عليه في ذوبها الجديد من اللجنة القديمة التي كانت موجودة رغم أنها لجنة إشراف فقط؟ أنها تختلف بشكل كامل. حافظت على تجربتها، التجربة نفسها والهياكل في مظهرها العام والشكل، شكل التعيين قريب من ذلك، ولكن المهمة تختلف كلية. هي في الماضي كانت مجرد تشرف فقط من ذاك عند إشراف، أما هذه فهي في الصلب، في قلب الحدث، في صلب العملية، هي تنفي العملية، هي عندها سلطة قوية، هي عندها طبعا اجهزتها اوسع، جهازها المركزي اقوى، مدتها هذا مهم. اللجنه الماضيه كانت مؤقته لم تكن دائمه، هذه مستقله ودائمه، تلك لم تكن مستقله ولم تكن دائمه، كانت مؤقته ومشرفه فقط، هذه دائمه، هذه دائمه، واعضائها يتم انتخابهم لمده مندوبيه صلاحيه معينه خمس سنوات غير قابله للتجديد، وهي دائما. وهنا اريد ان ابين مساله، هو عن يعني التحسيس والتعبئه، هذه مهمه دائما، مهام اللجان الانتخابيه الدائمه، يجب كان ينبغي اللجنه المستقله للانتخابات ان مسالتين، هي تستمد ضروره استمراريتها وديمومتها المسألتين. الأولى أن القانون الموريتاني ينص على أن اللائحة الانتخابية يتم إعدادها مراجعتها سنويا بغض النظر عن الانتخابات، كانت هناك انتخابات ولم تكن، يجب على اللجنة أن تراجع اللائحة الانتخابية من 1 أبريل حتى 15 من يونيو من كل سنة، حتى تكون اللائحة جاهزة، وحتى تكون اللجنة على استعداد في أي وقت من اجل اعداد انتخابات قد تفرضها الظروف، يجب ان يكون مستعدا لذلك. هذا ثانيا. طيب استعد على ذكر الاستعداد، اسمح لي شوي. النقطه الثانيه اللي مهمه ايضا، المهام الدائمه لاي لجنه دائمه، هو التعبئه الدائمه، يجب ان يكون المواطن معبئا دائما على الطريقه كيف ينتخب، ضروره الانتخاب، ضروره التسجيل في اللائحه الانتخابيه، بالرغم من انه ليس اجباري كما هو الحال بالنسبه الحالة المدنية لما اختياري، ولكن يجب أيضا أن يعبأ المواطن بحيث يكون على قناعة تامة بأن الانتخاب واجب وطني، وأن يجب أن يسجل نفسه تلقائيا حتى ولو يكون ملزما بذلك من ناحية قانونية. طيب يعني السياق الذي جاءت فيه هذه اللجنة سياق إقليمي يتسم بالانتخابات، يعني طابعها كان طاغي على معظم البلدان الإفريقية، ويعني هي تتشابه مع العديد من اللجان الموجودة في إفريقيا، أحيانا بنفس التسمية وأحيانا تختلف، يعني كانت
أول تجربة لها بشكل كبير، يعني هو انتخابات 2013 البلدية والتشريعية، ما أبرز التحديات التي واجهتها وهي تقوم بإشراف على أول انتخابات وبتنظيمها أيضا؟ أتوقف هنا قليلا لأقول بأن التجربة الانتخابية الموريتانية يعود تاريخها إلى 1985، وبالتالي اكتسبت موريتانيا في هذا المجال تجربة معينة. لما جاءت التجربة الديمقراطية من 91 يعني إلى لما جاءت اللجنة المستقلة، إلى حد أن أصبحت التجربة الانتخابية الموريتانية مثالا يحتذى في بعض الدول. أعطي مثالا. ما الجانب الذي يحتذى فيها؟ إعداد اللائحة الانتخابية. إعداد اللائحة الانتخابية عندنا تجربة رائدة. وكيف تعرف العملية الانتخابية ليست يقول الخبراء في هذا المجال بأن الانتخابات هي أكثر العمليات كلفة بعد الحرب، وهي يبدأ لهم تضافر العديد من الجهود الدولية فيها، حتى المتحدة هنالك هيئات للدعم الانتخابي هي معروفة. لا أنت عندما تنظر إلى التجربة الانتخابية في أي دولة في العالم، ليست هنالك دولة تقوم بانتخاباتها بمفردها، وإنما هنالك هيئات مختلفة تتدخل في العملية. إذا هنالك تعاون على مستوى الإفريق وعلى مستوى طيب بصرف النظر عن هذا اسمع. يعني في هذا النطاق كانت تجربتنا، كانت التجربة الموريتانية تجربة مقتبسة منها العديد من الدول، الجزائر، مالي، حتى اليمن. وهنا أفخر باسم موريتانيا بأن رئيس التونسي الحالي كان رئيس بعثة المراقبة الانتخابية مؤخرا هنا فيها، ووقف وقال علنا لأول مرة، أنا قال عمري كذا، ولأول مرة أرى لائحة انتخابية معدة بمثل هذه بهذا الإتقان. ولما عاد إلى بلاده، وهذا معلومة، في مناسبة معينة مع رئيس اللجنة المستقلة التونسية، قال أنا أريد تجربة مماثلة للتجربة الموريتانية فيما يتعلق بإعداد اللائحة الانتخابية. إذا هذه عملية أخذ ورد، يعني اقتبس منا واقتبسنا من الآخرين أيضا في هذا المجال، لكن أريد أن أعرف يعني أبرز التحديات التي واجهت هذه اللجنة وهي تنظم وتشرف على أول انتخابات. أعتقد أن أي تحدي لن تواجهه، اللجنة واجهت العديد من التحديات. أول تجربة كلجنة مستقلة دائمة تنظم ولا تشرف، وكان عليها أن تعد انتخابات لأول مرة في التاريخ تعد الموريتاني، اقتراعات، أربع اقتراعات فيه لائحة وطنية للنساء جديدة، فيه لائحة أخرى للرجال والنساء مشاركة طارية، فيه لائحة فيه النسبية نمط الاقتراع هو اللي طاري زاد هو شيء. وكان الوقت الظرف الزماني الظرف السياسي لم يكن ملائم حتى، لأنه كان فيه جماعة ضد وجماعة، لم تكن الظروف مواتية كاملها مواتية، وكان كلها تحدي. كان عليها أن تحل لأول مرة محل دولة بكل أجهزتها، مركز القوة في الدولة لوزارة الداخلية، أن تحل محل، تكون لديها ممثلين يحل محل الحكام، أن يكون لك ممثلين يحل محل الولاة، وهذا في ذهنية الموريتانية صعيب. هل تحقق هذا بالفعل؟ طبعا نحن نعتقد أن بغض النظر عن كل ما، لا أقول لك بأن ليس يمكن دعم ما كان، وإنما ما كان في الإمكان راضون عنه إلى درجة معينة. وأيضا المراقبون الذين قدموا إلى بلدنا وراقبوا هذه العملية من الأوروبيين ومن الأفارقة ومن غيرهم راضون عن تجربتنا. لكن المشاركين في هذه العملية بعضهم يعني ليس راضٍ تماما، ووجه انتقادات حادة للجنة، وقال إنها وقعت في بعض الأخطاء البدائية التي لا ينبغي أن تقع فيها، حينما يتكرر شعار مثلا لأكثر من حزب نفس الشعار، هذه أخطاء يعني اعتبرها البعض كبيرة، ووصف اللجنة بالعاجزة. لا أستطيع، لا أشاطركم الرأي. لا تشاطرهم، أنا أقول ما قالوا، يعني حرفيا هكذا قالوا، وصفوها بالعاجزة، وقالوا إنها وقعت في بعض الأخطاء البدائية التي لا ينتظر أن تقع فيها. ما وصفت هذه اللجنة بالعاجزة على ما
لا أنا وصفت كنت في أكثر من لا مناسبة بالعجز، لا لكن لك أن لا ترد لا لا على لا هذا لا الجانب. وصفت اللجنة بأنها واجهت عملية في منتهى الصعوبة، وأنها نفذتها بدقة متناهية، ولكن طبيعة تعقيد العملية يتطلب بل يفرض عليها أن تقع في بعض الأخطاء. هذا وصفكم أنتم لها، لكن الآخرين المشاركين وصفوها وصفت بأوصاف يعني هكذا وأكثر الشناعة أيضا. لكن هل مثل هذه الأخطاء التي وقعت فيها تعتبرونها عادية طبيعية؟ طبعا، ولذلك كانت على لو كان القضية إلى درجة العجز لكانت الطعون على مستوى قاضي الانتخابات أكثر مما هي عليه. هناك طعون على مستوى بالنسبة للانتخابات النيابية وعلى مستوى المجلس الدستوري طعون محدودة، وتمت معالجتها بطريقة عادية أيضا. وبالنسبة للانتخابات البلدية أيضا كانت الأخطاء الطعون على مستوى، ولا أريد بل لا أقبل للنخبة السياسية الموريتانية بأن تكون من الغباوة إلى درجة لا تطعن في انتخابات وصلت بالعجز. إذن أنا أعتقد أن هناك أمور موضوعية. ننظر إلى الانتخابات من ناحية طبيعة العمل، كم من مترشح، كم مترشح، كم أكثر من 60 مترشح، كم من اقتراع لليوم، اليوم الواحد. نحن أنا أعتقد أننا حاولنا تعجيز ليس اللجنة فقط وإنما الناخب كذلك. عندما تطلب من الناخب أن يصوت في يوم واحد وفي وقت واحد على 4 اقتراعات متزامنة، فإنك تعرضه لتعجيز، نوع من التعجيز. العملية الانتخابية مشتركة. أنا أعتقد أن أيضا حاولنا تعجيز الأحزاب المترشحة، لأنها تترشح في وقت واحد، عندها لائحة للنساء وعندها لائحة للرجال وعندها لائحة في نواكشوط 18 وعندها لائحة على مستوى المقاطعة وعندها لكن لائحة. بدل محاولة التعجيز إذن ل... ل... إذن أنا بدل أعتقد محاولة أنا التعجيز أعتقد للأحزاب العملية والناخبين لم يكن واردا يعني محاولة ضبط العملية دون الوقوع في أخطاء كهذه، يعني شعار واحد يتكرر لدى أكثر من حزب وأكثر من مترشح. لا أوافقكم بأن القضية كانت إلى هذا الحجم. كانت هناك أخطاء كما تكون أخطاء في أي عملية لكن انتخابية. ألم يحصل هذا ولو فيما كان يتعلق بالشعارات؟ لو أن الهيئة المكلفة عادة، لو أن الجهاز الإداري اللي كان له الانتخابات طلب منهم أن ينجز تلك الانتخابات بذلك القدر من التعدد وفي تلك الظروف لوقع فيها أخطاء. أنا حضرت لانتخابات رئاسية في دولة من دول إفريقيا. هذه كان عليها ألزموا اضطروا إلى أن يعيدوا الانتخابات في عدد من المكاتب اليوم الموالي. طبيعي، عملية طبيعية. إذن أعتقد أن جهازا، أن لجنة مستقلة لأول مرة، دائمة لأول مرة، تواجه عملية معقدة بنفس بتعقيد لم يسبق له مثيل في موريتانيا، قمينة بأن تقع بعض الأخطاء، ولكن الزموا بأن حجم الأخطاء كان ضئيلا جدا، وأن العملية كانت كما وصفها المراقبون ناجحة. طيب هناك أيضا جوانب تتعلق بالجانب المتعلق بالاستقلال والموضوعية والحياد، هذه وجهت إليها يعني تهم في عكسها بأنها ليست مستقلة ولا حيادية، وأن وزارة الداخلية يعني لم تكن موجودة في الظاهر لكنها موجودة في الباطن، وبأن ما كان يجري لم يتغير فقط في الشكل. كيف ترون ذلك؟ أنا أعتقد أن هنالك دعاية طبيعية وعادية. كان هنالك من يشارك في هذه الانتخابات، وكان هنالك من شارك في الحوار السابق لهذه الانتخابات والذي أنتجها، وكان على الفريق الذي لم يشارك أن يعمل عمل أي حزب لم يشارك في عملية انتخابية معينة، وكان على الأحزاب المشاركة الزادية أن تبرر مشاركتها. وبالتالي وقعت اللجنة ضحية لهذه التجاذبات. فيما يتعلق بوزارة الداخلية، ولعلك تشير إلى بعض موظفين وزارة الداخلية وبعض عمال وزارة الداخلية وبعض المرذرتين يقول البعض، وهنا أنبه إلى مثل، كان في اللجنة المستقلة أشخاص
هؤلاء الأشخاص كانوا خبراء خبراء ضمن فريق خبراء، منهم من قدم من المتحدة، فيهم واحد من كندا جاي من المتحدة خبير، فيهم واحد إفريقي جاي من مكتب والله وكالة آي فايس الأمريكية، فيهم ثلاثة جاي من الاتحاد الأوروبي، وهم ثلاثة موريتانيين. شاءت الصدفة أن يكونوا أن تطلبهم اللجنة المستقلة للانتخابات نظرا لتجربتهم وزارة الداخلية، فيهم مختص في القانون عمليات، وفيهم مختص في العمليات الانتخابية، وفيهم مختص في إعداد اللائحة الانتخابية من حاجة من ناحية معلوماتية. إذن هو فريق من الخبراء لم يكن أكثر، وكان يشترط في الفريق الحياد والاستقلالية، وكلهم قادمين من وزارة الداخلية، لم يكن أحد منهم يتقلد مسؤولية. طيب هل طرحت معايير محددة في هؤلاء مثلا؟ ما استنتج براسك عقرب، لكن كان لا قبل أريد قبل يعني معايير عامة تنطبق على الجميع، هل وضعت فعلا معايير في الأشخاص الذين تم اختيارهم؟ هذه وضعها القانون، هي المعايير وضعها. طيب ما طبيعة هذه المعايير؟ المادة 15 من القانون، لأن حينما نتحدث عن الحياد والاستقلالية هذه مفاهيم يعني عامة لا يمكن قياسها. اسمح لي سأجيب عليك من ناحيتين. واحدة بالرجوع للقانون، المادة 15 من القانون تنص على أن للجنة المستقلة للانتخابات أن تكتتب أخصائيين خبراء. هؤلاء الخبراء كما قلت لك فريق، منهم من أتى من الخارج أوروبا، ومنهم من أتى من أفريقيا، ومنهم من اختير من خبرات وجدت في موريتانيا. هذه الخبرات لم يكن لها أن توجد إلا في وزارة الداخلية، ولكن حرصت اللجنة على أن يكونوا لكلهم إما من الترتقافات ومن العمل، وإما لم يتقلد مسؤولية معينة قبل سنتين، لم تأخذ أحدا ممن كان يتقلد مسؤولية معينة، وإنما كانوا مثل قالوا جراج. إذن كانوا يمارسون العمل، وحتى أنهم يمارسوه في الخارج كان يلجأ إليه من الخارج، نحن ربما يلجأ إلينا لإنجاز أعمال تتعلق الدعم الانتخابي في دولنا. إذن هؤلاء لم يكونوا موظفين عندهم مسؤوليات، وأيضا لما انتهت فترة عملهم في اللجنة، عادوا إلى عملهم في وزارة الداخلية، وكذلك سنتين دون أي وظيفة. معناها عنهم إلى عادوا اللي ماشيين عن حد بعد هذا ما هم نفوت فيهم باش يعدلوا الشيء على مستوى اللجنة، وإلى عادوا يعدلوا من الشيء على مستوى اللجنة ورجعوا لهم اللي ما ظهر عنه كيف بعد. إذن هنا موظف فنيون مختصون قاموا بإنجاز أعمال فنية بحتة بطلب من لجنة مستقلة للانتخابات في إطار فريق فني فيه الخارجيين وفيه الوطنيين. وما الجهة التي تولت الاكتتاب؟ اللجنة المستقلة للانتخابات هي التي طلبت كأي عندما من الفنيين الموريتانيين من أنجز اللائحة الانتخابية في غينيا طلب من غينيا، منهم من أنجز العمل في مدغشقر بطلب من مدغشقر، فيهم من ذهب إلى أكرا وكنت بينهم بطلب من هذا. الخبراء الانتخابيون يطلبون من كل الجهات، كما قلت لك العمل الانتخابي عملية تتضافر فيها جهود المختصين من كل هي أكبر وعقد. والحمد لله اللي قاعد فينا وطنية من يقدر على إنجاز هذا العمل. إذن مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لإكمال ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم ساعة حوار. فاصل قصير ثم نعود.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم ساعة حوار، والتي نناقش فيها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا مع المدير السابق للعمليات الانتخابية واللوجستية في اللجنة الأستاذ محمد دنو السيدي الملقب بالدن. أهلا وسهلا. إذا مرحبا. خلال الحوار الأخير كانت هناك مخرجات فيما يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، هناك دعوة إلى إعادة النظر في اللجنة، هناك طلب بتعزيز استقلاليتها، هناك أيضا جانب يتعلق باختيار أعضائها بشفافية على أسس النزاهة والكفاءة من أجل ضمان حيادها في العمليات الانتخابية، هكذا ورد النص. يعني لائحة ترى بأن هذه المطالب فعلا قائمة وينبغي أن تؤخذ بالاعتبار بناء على التجربة السابقة. أعتقد أن مأمورية اللجنة المستقلة للانتخابات الحالية بدأت في مايو أو يونيو 2012، وبالتالي هي وشي كانت تبدأ توفي مع السنة المقبلة على ما أعتقد في شهر يونيو، وبالتالي من خلال تجربتها يجب أن يتم إعادة النظر فيها، وعلى ضوء تجربة اللجان الدول الأخرى، وخاصة أن صياغتها ووضع نصوصها كان من قبل محاورين 2011، ربما يكونوا قد ازدادوا بمحاورين آخرين، وبالتالي كلما زاد عدد المحاورين كانت آفاق الرؤية أوسع، وبالتالي لا شك أن ربما يكون لديهم أفكار جديدة من تحسين من هذا، وخاصة على ضوء التجربة السابقة. فيما يتعلق باستقلالها، أعتقد أن هذا مولي من ناحية الموضوعية، أعتقد أن الاستقلال المالي الذي هو من ميزات هذه اللجنة ربما يكون في حاجة إلى تعزيز أكثر. كما أقول دائما، في بعض الدول الإفريقية ينص الدستور على أن تمويل انتخابات معينة يتم رصده وجعله تحت تصرف اللجنة المستقلة المكلفة بالانتخابات 5 سنوات قبل الموعد المحدد لإجراء تلك الانتخابات. هذا على سبيل المثال. يجب أن تكون اللجنة عندها الحرية التامة والاستقلالية، ولا نقيدها بوسائل، لأن الوسائل هي لك، وحتى لا نقيدها بالإجراءات الأمنية. يعني هي كل ما بقي. هذا واجهته في تجربتها السابقة كتحدي قائم؟ أعتقد أنه كان بالإمكان أن تكون عملها أكثر سلاسة لو أن الإمكانيات المالية كانت توضع تحت تصرفها كما وضعت، كما قلت لكم، في بعض الدول بموجب الدستور. إذن أنتم هنا تحدثتم عن الاستقلال المالي، ولكنهم أرادوا استقلال أيضا حتى الشخصيات التي تتولى إدارة العملية. هل ترى الحاجة قائمة فعلا إلى ذلك؟ التحسين مطلوب في كل شيء، ولكن أعتقد أن النصوص تعطيها من الاستقلالية ما يكفي لو أن هذه الاستقلالية رافقتها الإجراءات المرافقة ضرورية لذلك. طيب إذا الآن بحكم مخرجات هذا الحوار الأخير سيكون هناك استفتاء دستوري، استفتاء على الدستور، ستكون هناك انتخابات أيضا سابقة لأوانها كما نص على ذلك. يعني إلى أي حد اللجنة بصيغتها الحالية بتشكيلتها الحالية انطلاقا من تجربتها السابقة هي قادرة على خوض هذين التحديين والرهانين؟ أشكرك على أنك أعطيتني الفرصة لأنبهك، لأن ما تكلمت عنه من انتخابات وكان فيه ربما بعض النواقص أعقبته انتخابات رئاسية لم يسجل فيها أي نقص، حتى أن النتائج أعطيت قبل الأجل القانوني اللي محدد في القوانين، أعطيت النتائج في وقتها المناسب، وكانت العملية دقيقة لأنها استفدنا، لأن اللجنة استفادت من تجربتها السابقة. أيضا هذه المرة إن كتب للجنة الحالية أن تنظم انتخابات فستستفيد من التجارب السابقة، تلك السابقة التي ذكرتم بأن في لديها فيها نواقص، وتلك التي لم تكن فيها نواقص بشهادة الجميع، ويكون عملها أكثر دقة إن شاء الله. إذا أعتقد أن التجربة الماضية أكسبت اللجنة الحالية من التجربة ما هو كفيل بأن يسمح لها بإنجاز أي عمل مستقبل بكل دقة ممكنة. لكن يعني ما أبرز الاختلالات أو الجوانب التي رافقت هذه الانتخابات والتي يعني ينبغي تفاديها الآن؟
أنا أعتقد أن هنالك نقص يجب أن نتفاداه. نحن للأسف لدينا تجربة انتخابية رائدة، ولدينا مدونة انتخابية حسنة، وليس لنا قانون انتخابي. ليس لنا قانون انتخابي. ما هو القانون الانتخابي؟ القانون الانتخابي هو أن تعمد إلى الترسانة الانتخابية اللي عندك من القوانين، وتقوم بصياغتها في نص واحد يتم اعتماده، ويكون يتضمن هذا النص كل النصوص ذات الصلاحية المنظمة للانتخابات. هذا لدى السنغال، ولدى بوركينا فاسو، ولدى المغرب، ولدى الجزائر، وهو لا يتطلب إلا عملية عادية. خبراؤنا القانونيون على قدرة تامة بإنجاز هذا العمل، وحتى الآن لم وبعض أتذكر أن المراقبين الأوروبيين الذين كانوا يواكبون هذه العملية طالبوا بأن نباشر، بل أول عمل طالبوا به هو أن ننجز قانون انتخابي لبلادنا. نحن في حاجة إلى قانون انتخابي، وسمعت بأن بعض المحاورين طالب بذلك، هو أولوية، خاصة أنه لا يتطلب إمكانيات هائلة، يتطلب خبرات. هذه الخبرات لدينا. قانون انتخابي لابد من إعداد قانون انتخابي. هل يتعلق إلى أي حد بدت يعني الحاجة ماسة إليه انطلاقا من التجربة السابقة؟ التجربة هي كانت ماسة إليه، كانت ماسة. كانوا، أنا لست أدري لماذا تأخر هذا العمل حتى الآن، وهو لا يتطلب شيء. كنا نعمد إلى تجميع بعض النصوص، وحتى بعض الأحيان تكون هناك مجموعة نصوص، مثلا عندما تكون هناك انتخابات بلدية نعمد إلى تجميع النصوص المنظمة للانتخابات البلدية ونجعلها في كتيب. أول مرة أعتقد 2009 تم إنجاز مدونة انتخابية، و2012 بمساعدة الأمم المتحدة بنود قمنا عن طريق بنود على أعتقد بإنجاز كتاب يتضمن مجموع النصوص، ولكن صدرت بعد ذلك نصوص أخرى. هذه المجموعة تتضمن نصوصا، منها ما هو ما صلاحيته قد انتهت، ومنها ما صلاحيته لا تقل قائمة. إذا هذا نص طبيعي واعتيادي وعادي، كما تكتسب مثلا كما تكتسب بطاقة الناخب، وكما صندوق الاقتراع يجب أن يكون لديك أيضا قانون انتخابي. أعتقد أنه يجب على اللجنة الحالية أن تعمد إلى إنجاز مثل هذا العمل، هو ضروري كأداة عمل يسهل العملية الانتخابية. هل أثرتموه، طرحتموه، طالبتم به خلال انطلاقا من التجربة السابقة؟ كما تعلمون اللجنة عندها تقرير في نهاية كل عملية، وكل سنة عندها تقرير ملزمة به بموجب القانون، وتقدمه للسلطات العليا في الدولة في أجل محدد بعد الانتخابات، وأعتقد أنها ضمنته كل ما لاحظته من نواقص. هي لا تدعي مثالية، تدعي أن هنالك عمل أنجزته وأن بقي هنالك العديد من المسائل، وهو ضمن يعني كناقص. على ما أعتقد، على ما أعتقد. طيب بالإضافة إلى هذا، ما الخلل أيضا الثاني أو باقي المشاكل والتحديات التي ينبغي تفاديها الآن؟ لا، هي موجودة، وإن كانت لا تحضرني برمتها، وإنها موجودة، نواقص موجودة، الكمال لله تبارك وتعالى، والنواقص موجودة، وخاصة في عملية انتخابية نريد لها، بل تريد لها، بل تفرض علينا هذه التجربة ذاتها أن نحسنها. شفت العملية الانتخابية هي ضمان السلم الاجتماعي في أي دولة، وبالتالي يجب أن تحسن، ويجب على العامل في أي موقع من هذا المسلسل أن يحضر ذهنه أهمية هذه العملية بالنسبة للسلم الاجتماعي. أي قضية بسط عدم شفافية بسيط قد يؤدي إلى كارثة لا قدر الله. لأن يجب على كل، وهذا ما نقوله دائما، هنالك نقص أيضا في أن، هذا دائما مثال أعطيه، الدولة تبذل كل ما في وسعها، واللجنة بحكمائها تبذل كل ما وسعها، والجهاز الإداري للجنة كل ما في، ولا حزاب تبذل كل ما، ثم نهاية المطاف تكون نهاية العملية في يدي رئيس وأعضاء المكتب الذين يتم اكتتابهم لمدة أسبوع بثمن زهيد.
يجب أن يعاد النظر في هذه المسألة. مسؤولية وصلاحية رئيس المكتب يوم الزرق من 7 حتى 7، هذا الشخص اللي تم اكتتابه لمدة فترة لا تتجاوز شهرا ويتعرض بل يتلقى تكوين قد لا تتجاوز يوم الله يومين، ثم نقول له كل ما أنجزناه من عمل وما صرفناه من أموال وجهد وعرق تتصرف فيه من 7 مع الصباح إلى 7، يجب أن يعاد النظر فيه، وهو يكون إنسان جاي من الشارع في أغلب الأحيان. أيضا لم يكن لهذا تأثير على العملية الانتخابية؟ كان على العملية الانتخابية عندها تأثيرات في كل مستوياتها، وهذا تعمد اللجنة دائما على أن يكون أخف لأنه هو أصعب العملية، أن تتحرى في اختيار الأشخاص الرئيس وأعضاء المكتب، تحرى دائما في اختيارهم، وحتى أنها تعلق الأسماء وتطلب من الأحزاب المشاركة الأحزاب المترشحة أن تنظر في اللائحة إذا ما كان هنالك، وتنظر يعني تتخذ كل ما في إمكانها أن تأخذ من احتياطات، ولكن الإجراءات الإدارية الموريتانية القانونية هي كذلك تقول بأن رؤساء أعضاء المكاتب يجب يعني يتم اكتتابهم طريقة معينة على مستوى المقاطعات وعلى مستوى الولايات، ويتم تدريبهم ثم يكلفون بها، توضع على عواتقهم هذه المهمة التي هي مكملة نهاية المسلسل. لكن هل هذه الإجراءات والشروط تصل درجة أن يؤخذ شخص غير متعلم يتم اكتتابه وأن يكون يعني مستوى التكوين في ظرف وجيز يوم أو يومين؟ وهذا ذكرته قبل قليل، قلت شخص آتي من الشارع يعني هذا غير متعلم، تقول أيضا يعني ظرف وجيز تم فيه التكوين، لم يلقي هذا بظلال سلبية على العملية الانتخابية كان بالإمكان تفادي. أعيد فأكرره بأن رؤساء وأعضاء المكاتب يتم اختيارهم هم كم هائل في موريتانيا 3700 وشم المكاتب، أضربها في 3 لأن المكتب يجب أن يكون فيه 3 رئيس وعضوين على الأقل، هذا العدد يجب أن يتم اكتتابه في ظرف أقل من شهر سبب العملية الانتخابية، ولكن يجب أن يتم أن يتحرى أن يتم انتقاؤه من الأمثل الموجودين، ولكن ذلك مع ذلك يبقى هامش المخاطرة ما طبيعة موجود. هذه المعايير يعني نعم يكتتب يعني طبقا لمعايير ما طبيعتها؟ يجب أن يكون حياديا، يجب أن يكون على مستوى معين من الثقافة، يجب أن نلاحظ من خلال التكوين أنه يستوعب العملية، وهناك أشخاص احتياطيون لاستبداله كلما دعت ضرورته إلى ذلك، هناك اللجنة تتخذ الاحتياطات. لكن هل كما كان هل تمتحنونه في هذا الجانب؟ اسمح لي، كما كانت تفعل هذا نفس الشيء، رؤساء المكاتب كانوا لا خالقين في التجارب السابقة، إذا هذه أعطيت لك كمثال فقط. لكن الجانب المتعلق بالاستقلال والحياد هذا غير قابل للقياس، لأنه يعني فضفاض عام لا يفتح هذا مجال أنه الاكتتاب يمكن أن يتم بطريقة غير شفافة كما أثير بشأن الاكتتابات التي قيم بها، ويمكن أيضا أن يكون لا يكون كذلك. هل كان غير كذلك؟ لم يكن في نسبة 90% من الحالات أدى رؤساء وأعضاء المكاتب عملهم كما ينبغي، ولكن قلت أنت سألتني عن النواقص والتحسينات المحتملة، أنا أقول في نطاق ذلك بأنه يجب أن تكون لدى موريتانيا قانون انتخابي، ويجب أن يتم إعادة النظر في تشكيلة وتعيين رؤساء وأعضاء المكاتب حاليا، لأنهم هم الذين يتولون العملية في نهايتها، يجب أن يشرفوا على عملية الاقتراع، رئيس المكتب هو من له سلطة شرطة المكتب، يطرد تحت تصرف الأمن، يجب أن يعد المحضر، يجب أن يتم إعداد المحاضر بكميات هائلة، يجب أن يكون أحد هذه بالمستخرجات المحاضر معلقة أمام، يجب أن يعني مصير جميع المترشحين ومآل هذه المسلسل المعقد وضعته في يدي 3 أشخاص
في مكتب، فلتضرب العدد في 3700 ممن اكتتلتهم في ظرف لا يتعدى شهر، وكونتهم في ظرف تفرض ظروفا يكون وجيزا. طبيعة يعني أن يكون وجيزا، هذه لا تنبغي مراجعتها حتى يتم التحري واكتتاب من يستحقون فعلا؟ معك في ضرورة مراجعتها، ولكن الترسانة القانونية تتحكم في ذلك. أيضا الشروط، حينما تقول يعني الاستقلالية، الحياد، الثقافة، يعني الجانب التثقيفي أو الثقافي والتعليمي ممكن وقابل للقياس ويمكن أن تمتحن فيه أي مكتتب، لكن الحياد والاستقلالية كيف تعرفون بأن الشخص يعني حيادي ومستقل؟ هذا يصدق على رؤساء المكاتب وأعضائهم، ويصدق على رؤساء اللجان الجهوية والمحلية، لكن كيف تعرفون ويصدق على ويمكنك ويصدق على أي هذا بلا حد. المهم أن يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة على كل المستويات، وذلك ما يحصل بالفعل. ما طبيعة هذه الاحتياطات؟ أنت تطلبني عن تسوني عن عمل إداري وتقديرات عند المسؤولين المباشرين هم أدرى بها. المهم أن هنالك مداولة صدرت من تصدر من اللجنة المستقلة للانتخابات تحدد الشروط للاكتتاب. ما هذه المداولة ما موجودة ويتم تطبيقها، ويستعان بالمترشحين من أجل مطابقة الاكتتاب لهذه المداولة. قلت لك عن يقول ينص القانون على أن لائحة هذه الأعضاء والرؤساء والأعضاء يتم نشرها في ظرف معين قبل الاقتراع، وأن يتم تعليقها ليطلع عليها المترشحون حتى لا يكون هنالك ناشط مثلا لمترشح معين تم تعيينه رئيس المكتب على سبيل المثال. إذا كل الاحتياطات يتم اتخاذها، ولكن تبقى التحسينات ضرورية في على هذا المجال وفي غيره. ولا يحد يعني رعية الشروط والضوابط فيما يتعلق بعملية الاكتتاب وكانت شفافة عكس ما قيل؟ إلى حد كبير رعية، إلى حد كبير. ولو ذلك، وهذا أعود إليه، أعطيك مقياس يكون لك دائما. المقياس هو الطعن. المترشح الذي صرف أمواله وترشح وراهن بمصيره عندما يلاحظ أنه تعرض لظلم أو لعدم شفافية، فالمشرع وضع له آلية يتظلم فيها. عنده التظلم عند اللجنة، عنده الطعون شورى. نسبة الطعون على مستوى القاضي الانتخابات ونسبة التظلم لدى اللجنة على مستويات المحلية والجهوية والمركزية تنبئ بين العملية كانت على قدر كبير من الدقة والشفافية. طيب اللجنة يعني كما ذكرت في السؤال السابق مقبلة على تنظيم الاستفتاء المرتقب على الانتخابات المرتقبة السابقة لأوانها، يعني هنا تطرح تساؤلات بشأن الآليات التي ينبغي اتخاذها في هذا الإطار. نعم، الإجرائي من ناحية الإجراءات، الاستفتاء إجراءاته تعديل الدستور، لأن تعديل الدستور قد يكون أيضا عن طريق غير استفتاء. أنت عندما تريد أن تعدل من الدستور يطرح لك الدستور آلية معينة ويطرح لك شروط. قد يكون مبادرة تعديل الدستور ترجع لرئيس الجمهورية وللبرلمان. كيف يتخذ البرلمان المبادرة في تعديل الدستور؟ يشترط في ذلك أن تتخذ المبادرة، طلب التغيير موجه من قبل ثلث إحدى الغرفتين على الأقل. إذن عندما يقدم ثلث الغرفتين إحدى الغرفتين طلب بتغيير الدستور يكون قابلا للمناقشة. عندما تتم مناقشته يجب أن تصادق عليه كل غرفة على حدة وبدون تغيير بنسبة ثلثين. نعم، بنسبة ثلثين فعلا. بنسبة لا 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 ينبغي أن يصادق عليه يعني هاتان الغرفتان بثلثين، كل واحدة خمسين. وعندما تكون عندما يتجاوز هذه المرحلة
يعني يتم المصادقة عليه من نسبة اسمح لي طيب ثلثين في الغرفة الأولى. هذا لم يكن هو السؤال، يعني هذا يثير وصحح حتى لا يبقى في أذهانه. أعود فأقول بأنه يشترط على التعديل أن تقدمه إحدى الثلث على الأقل من أحد الغرفتين. طيب ويجب أن بعد مناقشته، يعني يكون مناقش أن توافق عليه كل الغرفة على حدة بنسبة معينة، ثم بعد ذلك للرئيس الحق إما أن يعرضه على الاستفتاء وإما أن يعرضه على المؤتمر. المؤتمر هو الغرفتان مشتركتان، وهؤلاء أيضا عندهم نسبة معينة أعتقد عن ثلث خماس حتى يكون صالحا لهذا، و لست متأكدا من الأرقام ولكن أعتقد أن هذا لم يكن سؤالنا. يعني هذا يثير جدل قانوني فقهي بين فقهاء وخبراء القانون الدستوري اليوم. هناك فريق يعتبر بأن التعديل لا ينبغي أن يتم، أن يكون مباشر استفتاء شعبي مباشر قبل أن يمر بالبرلمان، ويعتبر في حال وقع ذلك بأنه باطل. هناك من يرى بأن بالإمكان إجراء استفتاء شعبي مباشر دون أن يمر بالبرلمان، ولكل فريق يعني مبرراته. أنا سألت عن الجانب المتعلق بالإجراءات بشأن اللجنة وهي مقبلة على تحديك هذا. أنت سألتني سؤالا جبتك عن بعضه وبقي البعض. أنا قلت لك كيف يتم تعديل الدستور. الدستور إما يعدل عن طريق المؤتمر كما قلت لك، وإما أن يعدل عن طريق الاستفتاء. نقص أسأل بشأن الإجراءات المتعلقة باللجنة. فيما يتعلق إذن هذا هو، إما بعد أن يتم المصادقة على التعديل من قبل البرلماني عند أن يقول للرئيس الحق إما أن يعرضه على الاستفتاء مباشرة أو يعرضه على المؤتمر. وفين من هذا، هناك قراءة كما قلت تقول بأن ما يتعلق ب 99 ليس له علاقة بالمادة 38، وهو الجدال التي تتحدث عنه ولا أخوض فيه لست قانونية. فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بهذا، اللجنة المستقلة للانتخابات عندما يطلب منها أن تنفذ العملية الانتخابية تنفذها كأي عملية انتخابية أخرى، وخاصة هي مشابهة لعملية الانتخابات الرئاسية. لماذا؟ لأن لديها متابعة من قبل المجلس الدستوري. المجلس الدستوري يتدخل في الانتخابات الرئاسية ويتدخل في الانتخابات الاستفتاء، وله عنده متابعة فيه، وله الحق في أن ينتدب من يمثله على مستوى المقاطعات لمتابعة هذه العملية. هذا بالنسبة للانتخابات الرئاسية وبالنسبة للاستفتاء. واضح؟ إذن هي تنفذ عملية كما الطريقة اللي عدلت بها الانتخابات الرئاسية تعدل بها الاستفتاء. وفي هذه الحالة كما أن المجلس الدستوري هو الذي كان يتابع العملية في الانتخابات الرئاسية يتابع على بالنسبة للاستفتاء، نفس العملية ما تغير فيه شيء. لكن الاستفتاء كعملية جديدة على الأقل بالنسبة للجنة لم يسبق لها أن أشرفت على جانب يتعلق بهذا، هل هناك جوانب ينبغي مراعاتها؟ هل هناك يمكن أن تطرح إشكاليات أو تحديات أمامها؟ أم أنه ينطبق عليه ما ينطبق على الانتخابات الرئاسية أو غيرها التي أسرفت عليها؟ يتميز الاستفتاء بمثل واحدة. كل عملية انتخابية عندها قانون ينظمها مستمد من الدستور إلا الاستفتاء. هذا نقص. لا يتوفر الاستفتاء على نص القانون ينظمه. وإنما التجربة 2006 أظهرت أن المشرعة اتخذ من النصوص من المراسيم ما عوض به نقص الموجود ما يتعلق بغياب القانون. ولكن نفس الشيء هنا إجراءات معروفة، هي انتخابات كأي انتخابات أخرى، وقلت لك عنها مطابقة تكاد تكون مطابقة للانتخابات الرئاسية، باعتبار أن هنالك جهة تتدخل من أجل المتابعة وهي المجلس. طيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بصيغتها الحالية يعني تتدخل في كل العملية الانتخابية برمتها من بدايتها إلى نهايتها، من إعداد اللائحة الانتخابية حتى الإعلان المؤقت عن الانتخابات، إعلان مؤقت النتائج من صلاحيتها. ما يتعلق بالبطاقات بالصناديق وغير ذلك؟ طبعا القانون قال من بدايتها، من بداية العملية حتى نهايتها، حتى الإعلان، حتى عنها عندما تعلن النتائج تحيلها بعد ذلك المجلس الدستوري فيما يتعلق
الانتخابات الرئاسيه بالنسبه لاستفتاء الاعلان النهائي ذاك عن المجلس السوري. طيب فيما يتعلق بالبطاقات هذه اثارت يعني ازمه او اثارت اشكال اثير مؤخرا بشان طريقه يعني الصفقات بشان سحب البطاقات وغير ذلك، كيف يتم يعني هذه الصفقات؟ بالنسبه للجنه الحاليه ان كان هنالك من يتكلم عن نواقص ما يتعلق بالعمليه الانتخابيه، لا اعتقد ان هنالك من تكلم عن نواقص ما يتعلق بالعمليات الماليه ولا حتى بما يتعلق بصفقاتها، لان الصفقات كانت تتم عند المسطره مع وتتم بها، لم تكن هنالك صفقه الا واتبعت فيها تلك المسطره بصفه دقيقه. والصفقات التي أثير بشأنها الجدل فيما يتعلق بسحب بطاقات من شركات خارجية وغير ذلك، فلتبحث عن ماذا عنها؟ فلتبحث عن هذه التجارب غير تجربة اللجنة المستقلة الماضية. طيب ما طبيعة التجربة الماضية فيما يتعلق بالبطاقات؟ كيف يعني تتم هذه الصفقات؟ كأي صفقة ينص القانون على أن اللجنة المستقلة للانتخابات هي لجنة الصفقات فيما يتعلق باللجنة، مشتريات اللجنة تتحول إلى لجنة صفقات، وعندها خبير من بين الخبراء، كما هنالك خبير في العمليات الانتخابية هنالك خبير في الصفقات تم اكتتابه أيضا من بين أمثل الخبراء الموجودين في، وكانت في كل صفقة تتبع فيها المسطرة القانونية اللي مقبولة متبعة وتحصل على الصفقة. على طبيعة هذه المسطرة نماذج منها مثلا؟ لست متخصصا في المجال، ولكنما أعرف أنها كانت مسطرة طويلة ويعود فيها إلى رأي الجهات المختصة بالدولة، الجهات التي تتابع الصفقات. تتعرف أن هناك فيها استقلالية كبيرة للصفقات الآن في لجان مستقلة تراقب تتابع العملية. إذا تم الرجوع لم يبقى فرع من تلك الفروع الا وتم اتباعها فيما يتعلق بالصفقات اللي هي مستقله. طيب وقتنا اوشك على نهايتي، لكن اريد ان اعرف ان اسال في جانب يتعلق بالزياده النسبيه التي كانت هناك مطالب بشانها، اريد جمله او جملتين فيما يتعلق بهذا الجانب. لا تكفي جمله او جملتان، ولكن اقول على كل حال جمله نسبيه. لا اعطيك مثال فقط، انا هذه النسبيه طلب توسيع النسبيه، ما هي النسبيه؟ وماذا تخول النسبيه؟ اضرب مثالا فقط. بالنسبة للائحة الوطنية 20 شخص، اللائحة الوطنية ترشحت لها 60 حزب. القاسم الانتخابي ما هو؟ مجموع الأصوات المعبر عنها مضروبة عدد المقاعد ليعطيك القاسم، هو القاسم الانتخابي. لكن القاسم الانتخابي كان بالنسبة للانتخابات الماضية 28,000 صوت معبر عنه، صوت ذاك الشخص ذاك هو. هذه 28,000 شخص تعطي صوت واحد. من ضمن العشرين صوت، العشرين مقعد لم يفز بصفة صريحة، ما أجبر من الأحزاب الستين المترشحة ما لم يحصل على أصوات بصورة قانونية بموجب قاسم الانتخابي للأحزاب ثلاثة فقط، لبير وتواصل ولا بي بي، ورغم ذلك ما فيهم حد اللي عنده حالة جبروا، كلهم جبروا قال له شيء قبلوا كل 7 اصوات وكلهم انعطلوا لكن اللي يلا وبقات 13 مقعد. لا ينقولوا مثلا ينقصوا مثلا لوبير اجبر 4 مقاعد، لا ينقبضوا 4 مقاعد ونضربوها في القاسم الانتخابي اللي 28,000 ونقلعوا ذاك اللي جبرنا من اللي جبر كامله يبقى انريست، يبقى له بقيه. اذا كل ما بقيه برا القسمه شي ما يلحق رقاش القسمة نديروه على الزر ونديروا معاه اللي عندي ديك 60 رقاش ونقسم عليهم ديك 13 صوت الباقية حسب لهم أكثر، بما في ذلك الأحزاب اللي جبرت مقاعد واللي عندها بواقي لها، وبالتالي يجبر تعود خارج واحد جبر 4 مقاعد كلهم جابروا ب 28,000 غير خارج واحد جبر صوت مقعد إلا ب 8,000 اللي حسب ترتيبه توماش. هذه هي النسبية. النسبية خولت 60 حزب بأن توزع 13 مقعد على مدى ما تستحقها بموجب القاسم الانتخابي، ولكن استحقتها بموجب قانون النسبية. النسبية مطابقة في 80 مقعد من بين 140، لأن هي قريب من 60%.
النسبية عندك مطابقة في كل دائرة انتخابية في أكثر من اثنين، شو مطابقة في أمش، مطابقة في كوبني، مطابقة في كيفا، مطابقة في كيهيدي، مطابقة في مبوط، مطابقة في سيدي بابي عندها أربعة، مطابقة في نواريبو، مطابقة في نواكشوط لائحة 18، اللائحة الوطنية ولائحة 80 مقعد. أشكركم أستاذ حتى لا نزيد على النسبية المخصصة للبرنامج من مدة البث. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ساعة حوار، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة من برنامج ساعة حوار، لكم جزيل الشكر كما لضيفنا الكريم الأستاذ محمد دنو السيدي الملقب بالدنو المدير السابق للعمليات الانتخابية واللوجستية في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، جزيل الشكر. إذن نلتقي الأسبوع القادم بحول الله، في أمان الله.